فيلمنا بيبدأ مع ليونج وهو بيتدرب في الساحة وبيتنطط زي الشمبانزي، وبيبقى فيه 3 مومياءات طالعين من التربة بيعكسوه وبيقولوا له كنت فين؟ فينك يا شمبانزي لما كنا قرود؟ وفي مجموعة أطفال وفيهم واحد قريبه فبينادي عليهم، لكن قريبه بيرفض وبيقولوا عليه إنه كان شخص ناجح ودلوقتي بقى شخص فاشل بسبب حب كده كان قديم، وبتجيله مسج بإنه اترفض من الشغل اللي كان مقدم عليه، فبيتضايق ليون وبيخرج هو وصاحبه في حانة كده وبيفضلوا يسكروا وبيلعنوا الحياة وبيقولوا فين أحلام الطفولة، وبنعرف بإن ليونج فاشل وبيترفض من أي شغل بيتقدم له، لكنه بيكون سلك ماهر وبيرجع البيت اللي بيكون عايش فيه مع والدته ووالده وبيعمل بلقمته وبيغسل لهم المواعين، وبنكتشف بان هو عنده 3 اخوات بنات وبيكونوا كلهم متجوزين. اخته الكبيرة بتيجي كل مدة تطمن عليه وبتديله معونة شهرية، لكن بيقول لها انا مش شحات يا سعاد، وبيرملها الفلوس على الارض، فبتزعق له وبتقول له ده مش عشانك، ده عشان تنظف نفسك علشان الحفلة، فبيتعصب عليها وبيطلعها من الاوضة وبيقول لها انا مش شحات، وبيميل ياخد الفلوس من على الارض وبيحطها في جيبه، وبيمسك مشبك التسلق فبيرجع فلاش باك بذكرياته لمكان تمارين التسلق، وبنعرف بانه كان معجب بزميلته يوجي وكان بيراقبها باستمرار، وبيكون النهارده يوم عيد ميلاد امه الـ70 وهو بيجهز نفسه للحفله، وبيروحوا للحفله وبيكون ده أسوأ يوم بالنسبه ليونج، وده لان اخته كل ما بتعرفه على حد بتقول لهم اخويا الفاشل، وده بيكون بعكس عيلته اللي بيكونوا ناجحين في حياتهم. وهو قاعد بياكل، واحدة من قرايبه بتسأله وبتقوله بتعمل ايه في حياتك؟ فبيقول لها بصحى وباكل وبنام، فبتقول له وتاني يوم بتعمل ايه؟ فبيقول لها بصحى اكل وانام، فبتقول البنت لابوها انا بحسد ليونج على حياته، فبيرد عليها ويقول لها دي عيشة كلاب وملناش دعوة بيها. فبيتفاجئ ليونج لما بيعرف بان لوجي شغالة في قاعة الحفلة، ولما بيطلعوا بره بتقول له انا مبسوطة انك لسه فاكرني وبتتكلم معايا عادي بعد اللي حصل، فبيقول لها اللي حصل ده عشان اتجنبك، وبيرجع فلاش باك بذكرياته في الجامعة وهو بيعترف ليولوجي بحبه ليها، فبتقول له وانا كمان بحبك زي اختي، فبيقول لها لو على الموقف ده فهو عدى ولا كأن حاجة حصلت، لكن في الحقيقة كان الشارع كله بيتلم عليهم من عياطه وبيقول سبتيني يا ماما. وبنرجع ليوجي وهي بتسأله انت شغال فين دلوقتي؟ ليونج ما قدرش يقول لها الحقيقة وانه فاشل وبيكذب، فبيقول لها بانه شغال في شركة استثمار كبيرة، ومش بس كده انا عمود من عواميد الشركة. وبنروح بعد كده لمدير الفندق اللي معجب بلوجي وبيحاول يقرب لها، وبينتهز اي فرصه علشان يستفرد بيها، وبيمشي الطائم وبيقول لهم بانه هيقفل هو ولوجي بعد الحفله ما تخلص، وبيكون ليونج مكسوف من امه اللي بتلم اكل الحفله في كيس اسود. لكن في مكان تاني قريب من الحفله بيكون في واحد بيسوق عربيه مليانه غاز سام، وقف العربيه قدام شركه كيماويات، وبنعرف بعد كده بان الراجل ده عالم كيميائي وكان من اول مؤسسين الشركه، لكن شركائه نصبوا عليه وطردوه، فقرر ان هو ينتقم منهم، فصنع غاز سام واطلقه حوالين الشركة، والغاز كان بينتشر بسرعة رهيبة حوالين الشركة والمدينة، فبيأثر الغاز على الناس وبيموتهم وكل الناس بتهرب منه، وفي واحد من المصابين بالغاز بيدخل بعربيته في البنزينة، فبيحصل انفجار كبير، وعربية تانية بتدخل في عربية مليانة انابيب بوتجاز، واحدة من انابيب البوتجاز انفجرت واتنطرت لقاعة الحفلة، فبيهربوا وبيطلعوا من قاعة الحفلة، فبيروح ليونج هو وعيلته علشان يشوف الناس بتهرب من ايه، فبيشوف الغاز اسرع من انهم يهربوا منه، فبيطلب من عيلته انهم يطلعوا المبنى، لكن اخته بتكون وقعت وشمت شوية غاز، فجري عليها ليونج ويشيلها وبيطلع بيها على القاعة، لكن بيبان على اخته اثر الحروق والاختناق، فبيلاحظ ليونج ولوجي وهم واقفين جنب شباك ان الغاز بيطلع لفوق، فبيقول ليونج للعيلة اطلعوا على السطح كده بسرعة علشان الغاز بيرتفع، بس لانه شخص فاشل فمحدش معبره، بس بتجيلهم رسائل من الحكومة على موبايلاتهم بتقول لهم اطلعوا فوق على السطح لان الغاز بيرتفع، لغاية طيارات الانقاذ ما بتجيلهم، فبيعرفوا من الاخبار بان الغاز سام وبيسبب حروق في الجسم، والحل الوحيد هو القناع الواقي، لكن مشكلته انه ما بيدومش غير 15 دقيقة، فبيجروا على السلالم علشان يوصلوا للسطح، لكن بيتصدموا لما بيعرفوا بان باب السطح مقفول، والمدير المتخلف ده كان ناسي المفتاح في الدور الاول، لكن بيكون الغاز وصل للدور التاني، وان
لأنه الطريقة الوحيدة لفتح الباب إنه يتفتح من بره، فبينزلوا يدوروا على حاجة يفتحوا بيها الباب لكن ما بيلاقوش. فبيقرر ليونج بأنه هو يستخدم مهارات الشمبانزي اللي عنده في التسلق يعني، علشان يتسلق المبنى من بره علشان يفتح لهم باب السطح. لكن عيلته بتحاول تمنعه، بس هو طبعا ما بيلاقيش حل تاني، فبينط وهو رابط حبل أمان. لكن من غباء العيلة وخوفها عليه بتشد الحبل جامد، فكانت هتوقعه. وهو بيتسلق الحبل كان قصير شوية، ففك الحبل وبيكمل من غيره. فلوجي بتكون خايفة عليه جدا، وهنا بقى بيوصل لأخطر نقطة، وبيكون المفروض ينط علشان يمسك فراس الأسد، وكل ده من غير حبل أمان. وبينجح إنه يمسك الأسد وبيوصل للسطح وبيفتح لهم الباب على طول، وبينتظروا طيارات الإنقاذ تيجي تاخدهم. بس السطح بيكون ضلمة والطيارات مش بتشوفهم، فبيبتدوا يلعبوا في الأنوار وينادوا بمكبرات الصوت، وأخيرا الطيارة بتشوفهم. بس الطيارة وصلت للوزن اللي تقدر تشيله، وما بقاش غير شخصين بس. فبيقرروا ليونج ولوجي إنهم يفضلوا على السطح لغاية ما طيارة تانية تجيلهم، لكن الغاز بيوصل لهم، فبيلبسوا الأقنعة وبيغطوا جسمهم كويس، وبيروحوا لمبنى أعلى وبيقدروا يوصلوا لمبنى تاني أعلى. فبيعرف ليونج بإنه من أكتر من 10 دقايق على لبسه للقناع، ومفضلش غير فلتر واحد معاهم. فبيلبس الفلتر الأخير علشان ينزل يدور على أقنعة تانية في المبنى الجديد، وبيقول للوجي استنيني هنا لغاية ما رجعلك. فبينزل علشان يدور، فبيلاقي أقنعة تانية، ونروح للوجي وهي على السطح والغاز بيرتفع ناحيتها شوية بشوية. فبتعمل نفسها سبايدر وومن وبتتسلق أعلى حتة في السطح بكل صعوبة طبعا. ولما وصلت فضلت تشتم في ليونج علشان اتأخر عليها وحس انه خلع. فبيظهر وراها فبتقول له انت طلعت ازاي؟ فبيقول لها الحمد لله كان في سلم. ولما بتشوف ان كان في سلم فعلا فبتقول ايه الذكاء ده. فابو ليونج كان بيحاول يروح علشان يشوف ابنه، بس ما كانش في عربية عاوزة توصله هناك علشان المنطقة كانت ممنوع دخولها. لكن سواق تاكسي بيتعرف على واحد من اعمام ليونج وانه كان معاه في سلاح البحرية، فبيوافق انه يساعدهم وبيروح مكان قريب من منطقة الغاز. وبالصدفة بيلاقوا اتنين بيصوروا المكان بشكل غير قانوني باستخدام الدرونز، فبيحاول أبو ليونج ان هو يرشيهم علشان يدور على ابنه. وبنروح بعد كده ليونج ولوجي، وبتكون الفلاتر اللي معاهم خلصت، فبيبتدوا ان هم ينطوا من مبنى لمبنى تاني اعلى، وكانوا في مبنى صالة جيم. فبيربطوا الاثقال بحبال وبيرموها على السطح التاني. فبيقول ليونج للوجي انت متأكدة بان الاوزان دي هتشيلك؟ فبتقرر لوجي انها تبعد عن محن الستات ده وبترمي وزن اضافي الناحية التانية. فبتنجح انها توصل للناحية التانية وبتمسك ليونج الحبل علشان يوصل لها. ولحسن الحظ شفاط المطبخ بيطلع الغاز السام على السطح، فبتبعد لوجي وبيرمي يونج وزن اضافي على الحبل علشان يستحمله، وبينجح انه يروح الناحية التانية في اخر لحظة. ولما وصلوا للسطح بيبتدوا يلعبوا في الانوار علشان الطيارات تشوفهم. ولما الطيارة بتشوفهم وبتجيلهم بيكتشفوا بان المبنى اللي قدامهم فيه ناس كتير وباب السطح مقفول عليهم. فبيقرروا ان هم ينقذوا الناس المحجوزة، فبيشاوروا للطيارة انها تروح لهم، وبيفضلوا لوحدهم للمرة التانية. والغاز بيرتفع عليهم من تاني، فبيقرروا انهم يروحوا اعلى مبنى في المنطقة واللي كان تحت الانشاء، وبتبتدي رحلتهم من جديد للوصول للمبنى العالي. واخيرا طيارة الدرونز بتلاقيهم اللي بتكون عليها كاميرا بث مباشر والعالم كله بيشوفهم. فبقى نقاش السوشيال ميديا وان المفروض الدولة تساعدهم وتبعت لهم طيارات انقاذ. وبعد فقرة الشمبانزي من مبنى للتاني للتالت بيلاقوا المبنى اللي المفروض يوصلوا له ابعد من المبنى اللي واقفين عليه. حتى الدرونز اللي كان بيصورهم وقع لما بطاريته خلصت، فبيفقدوا الامل وبيرجعوا يعيطوا تاني. فبيقول لها انا كدبت عليكي، انا مش عمود من عمويد شركة الاستثمار، انا شخص فاشل. فبتقول له انا عارفة انك مش عمود، اختك قالت لي يا فالح. فبيقول لها انا كل اللي كنت عاوزه اني اظهر قدامك بصورة كويسة، لو في معجزة حصلت وعشنا اوعدك اني هبقى عمود في اعلى شركة في المدينة. ولما كانوا هما الاتنين بيصرخوا من العياط، فبتظهر لهم درونز كتير من ناس كتيرة جدا عاوزة تساعدهم. فليونج جات له فكرة بانه يخلي واحدة من الدرونز تمسك حبل وتربطه في ماسورة في المبنى التاني، وبعد ما الدرونز بتوصل للحبل الناحية التانية فبينطوا. لكن الحبل بيبتدي يفلت من الماسورة، فبتقرر لوجي انها تقطع الحبل علشان يوصلوا الناحية التانية. والمخرج حطت لهم شبكة امان عشان تنقذهم، وطلعوا على الرافعة اللي موجودة اعلى المبنى، وفجأة بنلاقي شماريخ في ايديهم مولعة ما نعرفش هم جابوها منين، بس المخرج عاوز كده عشان الطيارات تشوفهم. وبتيجي الطيارة وبتنقذهم وبيوصلوا للحجر الصحي بسلامة. وهناك ليونج بيدي لوجي مشبك التسلق اللي كان واخده منها، فبتقول له انها تقيلة ومش هتقدر تشيلها دلوقتي،
بيديهالي في وقت تاني. فبيقول لها ازاي دي تقيلة، دي بتتحط في الجيب. فبتقول له انا بقولك البتاعة دي تقيلة دلوقتي عليا، هتهالي في وقت تاني، تفهمش؟ فبيفهم وبيقول لها تصدقي هي فعلا تقيلة. وبعديها الدنيا بتمطر وبتقضي على الغاز السام. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس كمان، واستنونا الفيلم الجاي.